أنتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الكل في 90 دقيقة حتى الماضي ساعة. هذا موعدنا في 90 دقيقة توال كأس العالم. صغرنا شوية باش نجمو نحكيو أكثر سبورت. صوفيا أهلا بيك. أهلا وسهلا. شنحوي لك أي كيفاش البارح الماتش؟ كيفاش الفرحة المخلطة بشوية خايبة أما هي أكثر عاتية على الفرحة؟ ما نعرفش كيفاش الإحساس بعد ما تفرجت في ماتش تونس وفرنسا. معناها واحد يشيخ على الماتش. إي. ماتش خلق العادة تونس لعبوا هذه فرنسا لعبت بالدوزيام ايكيب اللي فيها ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ. ما هيش دوزيام ايكيب معناها الأقل واحد في الدوزيام ايكيب بتاعهم يلعب في جمعية أكبر من أي ملاعب يلعب فيها من تونس. شو تقصد؟ دونك مستدير سيتي اون ايكيب معناها دو جوار دو تري غروند فالور يلعبوا البارح ضد تونس راهو من فرنسا. التوانسة عندهم قلب وثم قالوا التاريخ المشترك ما بيننا وما بين فرنسا لعب دوره. عندنا ايكيب ناسيونال فيها 10 ملاعبية بي ناسيونو دونك الماتش بالنسبة لهم سبيسيال سبيسيال برشا. وعطات اون ايماج بتاع تونس حلوه ياسر. فهمتنا سفيان فهمتنا في التحليل الرياضي انه كنت نتوقع كلمة رياضة ليه في بالي مانيش باش تستفيد بالشكل هذايا. اي سيدي اليوم باش نحكيو سفيان على ملامح مشروع قانون الماليه لسنه 2023 اللي البارح تعاود تحكي فيه مع مجلس هيئه المحامين نظرا انه فما برشا احتجاجات على بعض الأحكام وخاصة منها في علاقة بالجباية. باش يكون معنا المختص في الاقتصاد محسن حسن باش نفهموا أكثر شنية السياسة الجبائية في تونس حتى لليوم وما الذي يمكن أن يتغير في قانون المالية لسنة 2023. البداية باش تكون بلقاء نجلة بودن رئيس الحكومة مع عبد الحميد الدبيبة اللي هو رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية والإعلان على خلاص كافة الديون التونسية المتخلدة بذمة ليبيا. انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. لقاء منتظر جدا وفد حكومي كبير جامل ليبيا لقاء الوفد حكومي آخر في تونس مجموعة من الإجراءات والمحادثات تنرجع على تفاصيلها. نسمو مع بعضنا تصريح رئيس الحكومة نجلة بودن وتصريح عبد الحميد دبيبة ونرجع. وكانت لنا جلسة عمل وزارية مشتركة تبحثنا خلالها حول أولويات التعاون في المرحلة المقبلة وعلى رأسها تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية السلع والحركة عبور المسافرين في الاتجاهين وتسهيل الخدمات في المعابر الحدودية إضافة طبعا إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقي. دعم التعاون الاقتصادي بما في ذلك المالي والاستثماري ومساهمة تونس في مشاريع البنية التحتية في ليبيا كانت ضمن المحاور الأساسية لاجتماعنا خاصة وأن العديد من الشركات التونسية متواجدة حاليا بليبيا وتساهم في إنجاز المشاريع التنموية فيها. تم الاتفاق وحقيقة جئنا احنا بروح إيجابية. اتفقنا أو وجهنا لكل الوفد الليبي لتسوية كافة الديون اللي عليه تونس، وأعتقد أن هذا قرار اتخذ أن حنسوي كافة الديون سواء الصحية في المستشفيات أو في الكهرباء أو في النقل الجوي، وهذه الحقيقة جاءنا بهذه المبادرة وبعون الله لما نرجع حتسوى كل الديون بعون الله. تم الاتفاق على توحيد الإجراءات الجمركية اللي بيناتنا وهذا شيء كبير جدا، ونتأمل أن نجد نقطة واحدة جمركية في حدودنا وليس الطرفين. تم العمل على استكمال فكرة المنطقة الاقتصادية المشتركة في رأس الدير. تم الاتفاق على إلغاء كافة القيود في حركة السلع بين البلدين.
هذا يا عبد الحميد الطيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية. الإجراءات سوفين أعلن عليها بطريقة مفصلة، مثلا وقت نحكيه على الديون التونسية المتخلدة بذمة ليبيا، نحكيه على الصحة، على النقل الجوي، على الكهرباء وغيرها، يعني كل الديون، توحيد الإجراءات الديوانية، استكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة في رأس شجير، وإلغاء كافة القيود في حركة السلع بين البلدين. وسيتم عقد لجنة مشتركة، مش هكيكة معناها وعود في الهواء، ليه فما لجنة مشتركة بتصير بين البلدين في طرابلس لتقييم التقدم في إنجاز ما تم الاتفاق عليه. لقاء كان منتظر من جهتين، منتظر على خاطر جاي وفد حكومي كبير مع رئيس الحكومة، دونك قلنا سيقع الإعلان على إجراءات اقتصادية اللي باش تعاون تونس في علاقة بليبيا وديون ليبيا، ولكن منتظر أيضا خاطر نعرفوا أنه العلاقات متوترة جدا ما بين الدبيبة وتونس من تصريحاته هو. حكومة الدبيبة وتونس والجانب التونسي وكانت عنده تصريحات غير ودية مش نقول هكا، لكن نسمع في العلاقات بين الدول المجاورة كما تونس وليبيا وكما تونس والجزائر، راو من مصلحة الأطراف الكل أنه الفترات الشد، فترات الأزمة تكون تاخذ أقل وقت ممكن لفسح المجال إلى علاقات تعاون واسع. الأكيد أن ليبيا تعيش وضع خايب، والأكيد أن دبيبة في من مصلحته، قطع نظر على الجوانب المبدئية، من مصلحته أنه يحسن علاقاته بليبيا، لكن من الأكيد تونس. أيضا مع تونس، لكن من الأكيد أيضا أنه الجزائر لعبت دور أساسي في العملية هذه، ونتائج ما نعرفوش الوهم، لكن فما نتائج ملموسة على الأقل على ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو دفع الديون المستحقة لتونس، اللي هي مثلا على في المساحات في حدود 270 مليار. في النقل الجوي ايضا معناها الترانسبور ايريان، معناها كي نحسبوا الكل نلقاو روحنا قريب ال 500 مليار، وهذه حاجه ماهيش مستحبه، حاجه مستحبه في الظرف الحالي، حاجه مستحبه. الشيء الثاني هو نقاط العبور، المراقبه المزدوجه في نقاط العبور، ومشاو حتى إلى التفكير في إيجاد حلول للأسماء المتشابهة، لأن اللي هي مشكلة كبيرة. راي النقطة الثالثة هو حرية تنقل السلع بين البلدين، وهذه راي تحل مشكلة كبيرة، لأنه ديما التجارة البينية بين في المناطق الحدودية هي ديما فيها إشكالية في تونس وفي غير تونس، لكن قد ما تلقى لها حلول بين البلدين المتخمين قد ما تنقص مشاكل التهريب ومشاكل المشاكل الاخرى. دونك تمت اذابه الجليد وتجاوز الازمه طارق حسب ما كان يقول لنا سوفيان. الاجراءات اللي تم الاعلان عليها هل تعتبر اجراءات مهمه، حاجه باهيه كونسيستانت، ان غرو مورسو لتونس الان وقت اللي يتم خلاص كافه الديون، وفي علاقه بالاجراءات الديوانيه والقيود في حركه السلع اللي باش يتم الغائها، هل فما اجراءات قديمه باش يقع مراجعتها، ولا الكل هذه اجراءات جديده؟ هو فما هذه ملفات كانت مطروحه قبل وتم تاجيلها بسبب المشكل السياسي، لانه كان فما الكورونا ما يتعداش بين حكومه دبيبه وقيس سعيد وعده اسباب، ومن 25 جويلية خاصه العلاقه تعرفوا من اخر الزيارات اللي عملتها حكومه المشيش البرة هي الى حكومه دبيبه، وكان فما تصور عند قيس سعيد اللي دبيبه في الصف بتاع المشيشي والنهضة، ومش بعيد برشا لمحالة في ظل التموقعات والاستفهات الإقليمية
نتاع وقتها. أنا يظهر لي أهم دوسي هو اللي تحت الطاولة في هالزيارة هذه بخلاف الموضوع السياسي أنه يعني بشيقة ريستارت يعني إعادة إطلاق العلاقات السياسية وأنه تسخينها. أهم دوسي هو أنه يبدو تونس متوقعة أو تنتظر تاخذ قرض من عند أوديعة، إما قرض أوديعة من عند الطرف الليبي في ظل الاتفاقية الجديدة بتاع صندوق النقد الدولي. المعلومة اللي عندي أنه الحكومة التونسية تحتاج من هنا إلى نهاية العام بور بوكلي البيجي تحتاج 3 مليار دينار. مانيش نحكي على العجزة، العجز حاجة أخرى، العجزة ذاك ينجم يقعد خاطر الميزانية تجب تتسكر حتى بعد 6 شهور عام. ما نحكي لك باش يقع الإيفاء بالالتزامات المباشرة الضرورية، أجور ويبدو فما قرض لازم يتخلص واتسيتيرا في حدود 3 مليار دينار. تونس يبدو في حالة يعني تأهب دبلوماسي لجمع الأموال هذه، ويبدو الأطراف اللي معنية ربما أنها تعطي يد المساعدة في الاتجاه هذه من هنا لآخر العام هما 3 أطراف: الجزائر، ليبيا، وأيضا الحكومة الفرنسوية. ويبدو فما عمل من قبل الحكومة التونسية ومن قبل القيس سعيد والأطراف الدبلوماسية باش يقع تجميع 3 مليار دينار اللي ما عارش قداش بالضبط يطلعوا مليار دولار باليورو، يعني وبارامون الهدف انه ياخذوا ما عارش عليش باليورو. ما هذا هو الحاجة اللي سمعتها. نتوريكا 3 مليار دينار، وما عارش هل الليبية والدبيبة مستعدين يقدموا جزء من المبلغ هذايا أم لا. شطب الديون الليبية لدى تونس مهم، لكن ما يحققش الهدف هذا لأنه مش الديون الليبية اللي مستحقة من هنا لآخر العام. دونك هل اللجنة المشتركة اللي تم الإعلان عليها في نهاية الاجتماع، ما قالوش وقتاش باش تصير، ما ربما قبل نهاية العام، هل باش تلعب دور في الاتجاه هذا؟ دونتوليكا العلاقات كيما بقيت اللي كان نسميه اختلاط المحاور، هل تركيا مصر ومصر وتركيا والسعودية وقطر ومصر وغيرها من اختلاط المحاور هذه على أسس اقتصادية على أساس لانتيري فينانسي ايكونوميك، يبدو أنه زاد قاعد يحصل في علاقة بين تونس وليبيا. وكما قلت قبل وتعرف اختلت جبدنا على الزيارة بتاع دبي، قلت هذا يمكن، والثلاثين ألف طن ذيك المساعدة بتاع البترول هو بإعاز من الطرف الجزائري. الجزائر عندها فيزيون في المنطقة، تحب تخدم على تحالف ثلاثي جزائري تونسي طرابلس الغرب، وممكن هذا في نشوفه على مستوى عملي تو على جسمه على مستوى المتابعه والتقدم في انجاز ما تم. يعني حبيت اقول لك ملخص الاجابه، هذاك الكل ماهوش هو المهم، المهم الطلب التونسي تو حاشتهم بكاش من الاخر من هنا لنهايه العام، حاشتهم 3 مليار دينار. واحد الاطراف المستهدفه بالمساعده في الاتجاه هذا هو الطرف الليبي. نمشي فاصل ونرجع تو لتونس. قانون الماليه لسنه 2023 نعرفوا انه كل قانون مالية تبدأ عنده فلسفة معينة اللي باش ينتهجها في علاقة بالأولويات والإصلاحات. اليوم نحكي برشا على سياسة جبائية يمكن أنها تتغير نحو الضغط. يكون معنا محسن حسن وزير تجارة أسبق ومختص في الاقتصاد باش نفهموا معها أكثر شنو موضوع الضغط الجبائي في تونس اليوم اللي يعتبر الأعلى إفريقيا واللي باش يكون منهج أو انتهاج للدولة في قانون مالية تكميلية. ونرجع بعد شوي. بعد شوي ما تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الكل مواصلين في 90 دقيقة نحكي على قانون المالية لسنة 2023 بعد ما خرج التكميلي متاع 2022 وحكينا عليه لهنا تو نستنيو في 2023. بربي في كلمتين خلينا نحط الأمور في إطارها. ترى قانون المالية شنو دوره، ماذا يضبط بالضبط؟ احنا كمواطنين ككونتريبيوابل اليوم علاش نستنيو قانون مالية؟ على خاطر باش يحدد جستمون علاقتنا المالية بالدولة كمواطنين. شنو هي علاقتنا المالية بالدولة كمواطنين؟ أولا الأجور اللي باش تعطيها الدولة للناس، قديش قيمة كتلة الأجور؟ اثنين معناتها مشاريع التنمية، فما ميزانية خاصة تحت عنوان التنمية، شنو هي التوجهات في التنمية؟ قديش يتم تخصيص للتنمية؟ أيضا موضوع الجباية، الجباية اللي هو معناتها قديش باش يكون معناتها منسوب مساهمة كل قطاع كل فئة اجتماعية في المجموع الوطني للضرائب يعني. وهذا مهم طبعا
مسألة الدعم، قديش الدولة باش تعطي في الدعم وقديش باش تنحي. باش يجاوبنا على العديد من الأسئلة. هذا يعني قانون الميزانية هو تقريبا السياسات العامة للدولة المالية والاقتصادية، وهو العام هذا بالذات لن يتم تحديده في قانون الميزانية فقط، بل سيتم تحديده في الاتفاق الذي سيتم إبرامه مع صندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر. وذلك علاش قانون المالية لن يخرج إلى العلن إلا بعد امضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأنه الباكج اللي باش يمشي لصندوق النقد الدولي أهم عنصر فيه، أهم دوسي فيه هو قانون المالية، خاطر فيه الالتزام تاع الحكومة التونسية بالاتفاق. يعني مش الاتفاق تعمله في شيرة والميزانية، الميزانية هو التجسيم لكن الاتفاق هذا. نسمع وزيرة المالية في تصريح لها البارح حول الموضوع هذا ونرجع معك سوفيا. احنا توا بسدد الاعداد لمشروع قانون المالية 2023، هو يعني في المراحل الأخيرة من الإعداد، على خاطر معناها في الأيام القادمة باش يتم إصدار هذا القانون. المالية 23 باش تكون معناها الأهداف متاعو هي توسيع القاعدة الضريبية، إرساء العدالة الجبائية من خلال العمل على إحكام توزيع العبء الجبائي بين كل المتدخلين الاقتصاديين، وكذلك التصدي للتهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي. وهناك إجراءات مهمة في إطار الملائمة مع التشريع الدولي في إطار معناها انسجام تونس مع المعايير الدولية في المجال الجبائي. فوالا دونك حديث على الجبايه سفيان، اللي هي دايوغ محل اجتماعات مع ممثلين مختلف القطاعات كما مجلس هيئه المحامين. الاجتماعات بصفه عامه جوستمون كل سيكتور يقول لك انا فسر لي اموري في الجبايه كيفاش باش تصير، كما احنا نستنيو زاده باش نفهموا مثلا موضوع الدعم. كل حد له في اموره في قانون الماليه هذايا تحس. صحيح صحيح. ساعه اولا قانون المالية هو معناها هو يوضح فلسفة الحكومة المالية والتنموية والاقتصادية بصفة عامة. العادة المنطق شو يقول؟ المنطق يقول أنه فلسفة قانون المالية لا تتغير كل سنة، فهمت الفلسفة؟ لأنه فلسفة الحكومة أو الدولة تبقى هي بيدها مدامها موجودة. وقتاش تتبدل؟ تتبدل وقت اللي تتغير حكومة وإلا فما طارئ. احنا توا سنة عندنا الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي من المفروض أنه القانون المالية باش تكون فيه فلسفة جديدة. فلسفة جديدة وإلا تواصل فلسفة قديمة بأكثر ضغط جبائي. خلينا معنا سي محسن حسن عبر الهاتف ناخذ رأيه، لأنه تحدث على الضغط الجبائي في تونس، يقول أنه الأعلى إفريقيا ويمكن باش نزيدوا أكثر. مرحبا بك سيد محسن حسن. مرحبا بك، تحية ليك، تحية لضيوفك سي سفيان، وتحية للسادة المستمعين. شكرا لك سفيان وطارق ولاد الدار بحضينا وانت ضيفنا بالتليفون يا سيدي. مرحبا بك سي محسن حسن. بكل بساطة للناس اللي تسمع فينا توا، هل سيكون عنوان قانون المالية هذية هو مزيد من الضغط الجبائي؟ أختي خلود، خلينا نعطي بعض المعطيات للسادة المستمعين والسادة الحضور حتى يفهموا الوضعية الحالية على مستوى الضغط الجبائي. احنا اليوم للأسف الشديد في تونس عندنا مستوى ضغط جبائي يمثل 25%، وهو الأرفع في إفريقيا ومن أرفع نسب في العالم. إذا كان بدون الأعباء الاجتماعية اللي تتحملها من المؤسسة، أي كلفة الضمان الاجتماعي اللي تحمل المؤسسة، فإنه الضغط يوصل 34 أو 35%. وللأسف الشديد المعطى هذا ما يشجعش على الاستثمار وما يشجعش على مناخ أعمال جذاب تنافسي قادر على جلب الاستثمارات سواء كانت داخلية أو الخارجية. من ناحية أخرى، الدولة اليوم في وضع مالي صعب وخطير.
كلفة الدين العام وصل ل 110 مليار دينار. خدمة الدين يعني اون برينسيبال السنة القادمة بتكون في حدود 25 مليار دينار، بالتذكير انه خدمة الدين للسنة الحالية على مستوى الأسهم هي أقل شوية من 10 مليار دينار، يعني خدمة الدين ستتضاعف 2.5 مرة. نعم، وكنت تسمع في السلسفين تونس متجهة إلى البرنامج إصلاحات اقتصادية، وهذا البرنامج يشمل الإصلاح الجبائي. من المفروض ومن المتعارف عليه أن الإصلاح الجبائي يقوم على التخفيض في الضغط الجبائي وتوسيع القاعدة الضريبية. واضح، ما فماش إصلاح نحو الترفيع معناه. نعم، الإصلاح سيكولاتيف سياسي محسن حسن، يظلي نعم. الدولة تصلح في اتجاه نفسها الآن. يعطيك صحة، لا يوجد إصلاح جبائي يقوم على الترفيع في الضغط الجبائي، خاصة وأن هناك هامش تحرك أمام الحكومة لتنمية مواردها الجبائية. كيفاش؟ إذا كان أولا تقاوم التهرب الضريبي، اليوم الخبراء يقدروا التهرب الضريبي بتقريبا نصف موارد الدولة الجبائية، أي ما يعادل تقريبا يعني نصف 36 مليار دينار، تقريبا 17 مليار دينار هي قيمة التهرب الضريبي في تونس. لو كانت الدولة تقوم بمجهودات لتعسير إدارة الجباية، لتطوير النظام المعلوماتي للدولة، ولدعم إدارة الجباية بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة، متأكد وأنه سنقلص من الضغط الجبائي. هامش التحرك الثاني اللي نجم نخدم عليه هو السوق الموازية. اليوم السوق الموازية تمثل 40%، وللأسف الشديد مانيش قاعد نلاحظ في مجهودات حتى نقلص من يعني أهمية السوق الموازية في الاقتصاد الوطني. إذن التوجه اللي ماشي فيه الحكومة للأسف من خلال بعض التسريبات هو عكس هذا الإصلاح الذي يجب أن يقوم على التخفيض في الضغط الجبائي وتوسيع القاعدة الضريبية. الحكومة متوجهة نحو الترفيع في الضغط الجبائي، أي أنه مجهود، هناك مجهودات تذكر لتوسيع القاعدة الضريبية. دونك ترتيبنا سي محسن حسن الآن تونس الأعلى إفريقيا. نعم، الأعلى إفريقيا بنسبة 25%، وإذا ما أضفنا على ذلك الأعباء الاجتماعية التي تتحملها المؤسسة، فإن نسبة الضغط الجبائي تصل إلى 35%، وهذا المستوى مرشح للارتفاع بمفعول الضرائب الجديدة التي ستؤسن، وبمفعول الأعباء الاجتماعية التي سترتفع خلال قانون المالية للسنة القادمة. هذا في اعتقادي لا يتماشى مع الإصلاحات، لا يتماشى مع العقلانية الاقتصادية اللي تقول له على قد ما ترفع في الأداءات وفي الضغط الجبائي الأعوان الاقتصاديين يهربوا للسوق الموازية. نعم سي محسن، أنت حكيت زيادة على بدائل يمكن أن تنتهجها الدولة في بلاصة الضغط الجبائي هذا. قلت لي احنا ماشيين نحو زعمة بين ظفرين، إصلاح جبائي ولكن مزيد من الضغط في مقابل أنه لا نهتم بخلق الثروات، ما نهتموش بأنه السوق الموازية هذا يحاولوا نظموها. طارق عنده سؤال. طارق سؤال أو سي محسن، أنا فما في التفاعل هو الإشكال، هو يعني من ناحية النظرية اللي تقول فيه صحيح، لكن تعرف نحن في السياق التونسي ما عندناش سياق مثالي. مثلا خلينا ناخذوا الاكزامبل نتاع المهن الحره، دي تعرف اللي موضوع هذا نتاع المهن الحره ومتاع الجبايه، هو اولا ساعه مطروح في اتفاق صندوق النقد الدولي، هي مش فقط رؤيه تونسيه، هو فما التوافق مع صندوق النقد الدولي في مساله السياسه الجبائيه. احد النقاط المطروحه في اطار التوسيع هو المهن الحره. انت ما يعني كي نقولوا مثلا ترفيع في الضرائب في علاقه بالمهن الحره، خلينا نقول المحامين والطب، ما ظهر لي كان باش تقول لي هذايا ما عندوش علاقة بالعدالة الجبائية. يعني الترفيع في حد ذاته نظريا، مجرد الترفيع كرقم من ناحية ماتيماتيك، مش هو المشكل. هنا مثلا في حالة المهن الحرة من الطبيعي جدا انه يقع مراجعة في اتجاه الترفيع، حاجة عادية جدا، ماهيش حاجة معناتها من زاوية العدالة الضريبية، حاجة عادية جدا. تبقى قديش الترفيع كيفاش يتعمل حاجة أخرى. نقطة ثانية، توا فما حديث على الامبوسور لافورتون، أنا للأسف سمعت عدد من الناس تتحدث في تونس المدة اللي فاتت، تفاجأت الحقيقة اللي ناس هذه تقول لك حتى في فرنسا وأمريكا ما عندهمش، تي ليه بالعكس
لامبو سور لا فورتون موجود في السياسات بتاع الحزبين مثلا في امريكا الجمهوري والديمقراطي. توا مثلا يعني لهنا سي محسن للاسف انا ساعات يظهر لي النقاش يولي على اساس التموقع مش على اساس قراءه موضوعيه للمعطيات. وهذا لا يعني هذا لا يعني اللي الاصلاحات المزمع برمجتها في القانون الجديد هو بالضروره اصلاحات ايجابيه، لكن خلينا نحطوا التصوير كل زاد. هو سي طارق لو تسمح اخت خلود اعطاها زوج ملاحظات مهمين. الملاحظه الاولى يقول انه فما هذا الاصلاح الجبائي اللي ماشي في تونس يتماشى مع صندوق النقد الدولي. انا ناكد لك وانه صندوق النقد الدولي لا يمكن ان يوافق على زياده في الضغط الجبائي ولا يمكن تصنيف ما تقوم به وزاره الماليه في خانه الاصلاح الجبائي. فقره واضحه في اتفاق الخبراء يعني ودعم لها مساله الضرائب في علاقه بالمهن الحره اللي هو ترفيع بالضروره. خلينا نكمل لك لو تسمح. اذا الترفيه في الضغط الجبائي هو ضد العقلانيه وضد ال ليه هو موجود ولا مش موجود سي محسن؟ موجود هو غير عقلاني وليس من باب الاصلاحات، ولكن هل هو موجود في الاتفاق ولا لا؟ غير موجود. الاصلاح الجبائي اللي نادي به صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الماليه هو التخفيض في الضغط الجبائي. تونس في الماده الجبائيه تعزز منفرد تقوي في الضغط الجبائي. وبالنسبه للمهن الحره كمثال، بالنسبه للمهن الحره كمثال اختي خلود، انا لا اطلب الترفيع في الضغط الجبائي، اطلب من الدوله ان توسع القاعده الضريبيه وتقاوم التهرب الضريبي. اذا كانت ترفع في الاداءات فانك تعاقب الناس اللي قاعده تخلص بطريقه قانونيه. العداله الجبائيه هو انك تحارب المتهربين وتحارب الناس اللي تعمل ما تقومش بواجباتها الجبائية. هذاك ايش معناها توسيع القاعدة الضريبية وليس الترفيع في الأداءات؟ توسيع القاعدة الضريبية الحرة لا يعني توسيع القاعدة الضريبية الترفيع في الضغط الجبائي. نعم. النقطة الثانية توسيع القاعدة الضريبية مصطلح قبل التأويل يقول لك هو توسيع. لا 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 اقرأ شوية اقرأ شوية معناها شوفوا توسيع القاعدة الضريبية لا يعني الترفيع في الأداءات، هو محاربة التهرب الضريبي، هو محاربة العمل في القطاع غير المنظم. هذا هو يعني علاش كي ترفع في الأداءات تعاقب من يقوم بواجباته الجدائية وتخليه يهرب ويجي يخدم البرة؟ هذا جانب. خلنا سي محسن أي مهمة جدا الفكرة هذه الجملة كما هي في البلاغ باش نفهموا باش نعرفوا اللي الكلمة شفت يعني برشا اقرأ النسخة العربية مش نمشي بالانجليز. وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان المساواة بين مختلف المهن في حجم المساهمات المقدمة، معناتها هذه توسيع القاعدة الضريبية بالضرورة يعني انه فما مساهمات باش ترتفع. فما ناس اخرين سيقع انهم يتشملوا بالموضوع اي اللي هما المهن الحره لهنا واضح. يقولوا توسيع القاعده الضريبيه لا يعني الترفيع، يعني محاربه التهرب الضريبي ولا لسوء ديكلاراسيون. واضح واضح يعني بالنسبه يلا لا بوسيغ لا فورتون دونك بعد ما هذا اجراء يمشي كونتر ناتور. يا رسول الله احنا مازلنا كيف عملنا قانون لتشجيع استثمار الاجانب في الاملاك العقاريه، اليوم تجي تعمل له انفوس لا فورتون تمثل نسبه من قيمه العقارات 0.5% في اخر سنه ماليه، يعني بالطريقه هذه فانك تضرب قطاع مهم اللي هو القطاع العقاري وتشجع الناس على انهم يمشوا للجنات الضريبيه. اليوم الدول ماشيه في اتجاه انه تمنح الجنسيه لكل من يشتري عقار ويستثمر في العقار. اليوم في الدول الليبراليه الاكثر ليبراليه في اوروبا وفي العالم قاعده زوج بلدان فقط تطبق في الاداء على الثروات اللي هما سويسرا ودوله في امريكا في اوروبا الغربيه اعتقد النرويج. اعتقد النرويج يعني الاداء على الثروات يعني في كونتر ناتور اجراء غير عقلاني تفقد كاهل الضريبة. خلينا نتفاعل معك سي محسن يال. لو تسمح توا انت تعرف جيدا اللي في تونس فما مشكل اللي عنده شويه كاش على جنب شنو يعمل لهم؟ انت تعرف وين يحطه؟ يحطهم في تنميه الثروه. تو انت باش نكونوا منسجمين ولا انت تدعو في مداخلاتك ديما وكيما عديد الناس الاخرى لخلق الثروه هكا ولا طبعا طبعا في تونس شنو يجري للي عنده شويه كاش؟ يمشي يحطهم في عقار. سي سامبل
دونك انت كيفاش تحط الكاش في العقار؟ كيفاش باش تخلق الثروه؟ وين تشوفها خلق الثروه؟ العقار هو قلب خلق الثروه. وي ياسي محسن بالعكس في السياق التونسي مش هذاك الوضع. يلا لا هي عايشه كيف في طارق شفتوا توا راهو الرؤاه هذيا اللي قاعدين تحكيوا عليها راهو جوستومون سي سا لو ديبا. شو معناها التوسيع؟ ماهيش يا اختي خلود تفضل سي محسن. سي ايكونوميك سي 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 علم اسمه الاقتصاد. لا لا العلم فيه مدارس يا سي محسن. العلم ماهوش ماتيماتيك فيه مدارس. فما مدرسه ليبراليه وفما مدرسه اخرى. فيه مدارس. القسم اسمه اقتصاد سياسي زاد اونتر بارونتيز. ايكونومي بوليتيك. محسن احسن. اي محسن القطاع العقاري هو القطاع الذي يخلق ثروه مش بالضروره لانه عنده تداعيات على بقيه القطاعات المنتجه. لما تشري عقار فانك تشجع معمل السمان ومعمل الياجور وتخدم عباده وبالتالي فانه مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي هي الارفع من بين القطاعات. اللي هو من الاخطاء الاستراتيجيه اللي قامت به حكومه يوسف الشاذ وانها ضربت القطاع العقاري من خلال استدعاءات غير مقبوله. نتناقشوا في ما هو مقبول. انت فسرت لنا سي محسن وجهه نظر نتاعك وشكرا ليك. جلبت الانتباه بالنسبه ليك يلزم يفوت يغي لا سونيت دالارم بارابور لحكايه الضغط الجي بي. سفيان تفضل باش نختموا معك انت في الموضوع هذا. هو 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 ثابت انه الضغط الجي بي في تونس مرتفع جدا. هذا انه المشكل وين؟ المشكل هو انه ما فماش عداله جبائيه. كيفاش معناها تنظر لها الحكومه بتوسيع القاعده الضريبيه؟ اي داكوردو ان داكوردو. اما كيفاش ستادير او عندنا مثلا احنا في قانون ماليه سابق فرض انه على المحلات التجاريه انهم يخدموا باللي فاكتور ريال. عنده 4-5-6-7 سنين التبقشي شنية الاليات لتطبيق موضوع اخر حتى هي. لا لا باش يوريك انه راو هذيا فما مشروع قانون ماليه 2023 اللي الملامح نتاعو وقع الاعلان عليها. وفما حاجه اون بريش مهمه هي الضغط الجبائي حاولنا باش نحكيوا عليه. احنا سؤالنا ماهوش الى اي مدى الدوله يجب ان تحقق العداله الجبائيه. عندنا معطيات قاعدين نحاولوا ان نتفاعلوا معاهم. يمكن التمشي نتاع الدوله انت ما يروقلكش ترى انه ما يدخلش في السياسه الاقتصاديه الانسب والامثل بالنسبه ليك. مش ما يروقليش. ولكن هو شو الموجود؟ مش ما يروقليش. انا اللي قلقني هو انه الدوله وفات في اللحظة اللي يلزمها فيها تغير فلسفة فلسفتها المالية والتنموية. في الحقيقة قاعدة تحافظ على نفس النسق الفكري القديم السابق وتلتجأ لنفس الأساليب. أي أنها تلتجأ مثلا توسيع القاعدة الجبائية. شجاو عملوا جاءوا المحامين تحكي على الوظائف المهن الحرة. جاءوا المحامين رفعوا في التيفيا 19% بداية من 1 جانفي. إن في الحقيقة كي ترفع في 19% في التيفيا بالنسبة للمحامين وفات انت راهو المحامين يفون لي ريبركوتي على الحرفاء نتاعهم. وبالتالي زدت ضيقت مش على المحامين على التوانسه على المتقاضين. دونك اوفيت المنطق قعد هو بيدو ستادير العباد اللي نجموا نغصروهم ونعصروهم هذوك بشرين. كل عام كل عام نفس الحكايه. ما نقولوهش معناها ليه نقولوا نقول لك اللي العباد اللي الدوله اللي اليوم الدوله تخسر في الناس اللي ديجا مضاعفه اللي تنجم تخسرهم اللي تنجم تخلط عليهم جوستومون. دونك كوم دابيتود خلينا نشوفوا ما بين المبدا اللي متفقين عليه وما بين اللي باش يصير بالحق. اللي باش يصير بالحق تو نشوفوه لانه ماناش نشوف ولا حد شافها. ولا حد شافها. راهو العباد اللي راهو سامحني خليني نكمل. العباد اللي حكاوا في الوثيقه. انا نحكي لك لو باترون دي باترون
زمير ما قال انا راني رافض اي زياده في الـ في الـ في الـ في الاداءات. هما هذوما الناس اللي هذوما الناس اللي شافوا الوثيقه وحكاوا فيها مع الحكومه. دونك شنو هو التوجه نتاع القانون الماليه حسبه هو راهو الزياده في الاداءات. دونك هذا دونك كي يقول لي زياده في الاداءات وهما لو باترون دي باترون رافضها سافودير انه الدوله ما خرجتش من المنطق السابق. نعم. في حين انه من المفروض الظرف التاريخي اليوم اللي نعيشوا فيه إن حتى ارتباطا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي يفترض التوجه نحو فلسفه ماليه وتنمويه جديده. دونك لو فياسكو اي توتال. جو سوي بارفيتمون داكور افيك توا. والفلسفه متواصله نتاع شبيك شديت في اذوكم شوف الاخرين شبيك مسيب محمد شبيك مسيب الطبه. هاي سيدي اعمل فلسفه جديده ووسع القاعده الضريبيه. انا في رايي الحكومه هذه ماهيش مرجع وريفيرونس في علاقه بالسياسات الاقتصاديه بالذات. لكن جست بعد التدقيقات شنو بتعمل قبليك انا سمعت توا سي محسن حسن قال لنا اللي من اعلى النسب 15% على المؤسسات لامبو سور لي سوسيتي 15% قال من اعلى النسب 25 لا تو 15% اللي هو توا اللي توا تو 15% قال اللي موجود ديجا هو من اعلى النسب في اوروبا 22% في المغرب 28% لامبو سور لي سوسيتي. دونك خلينا الموضوع نتاع قبيليك اللي جبت عليه في الاتفاقيه نتاع صندوق النقد الدولي المهن واضح سيدي تقالت للاطراف اللي عمل معها حوار صندوق النقد الدولي قال لهم نقصد ايه المهن الحره اللي هي ماهيش قاعده تخلص بشكل متساوي كيف بقيت القطاعات. معناتها شو معناتها باش تزيد تخلص اكثر واضحه شو معناها لانفوسور لا فورتون. والله العظيم البنك الدولي بعد الكوفيد وبعد الحرب الروسيه الاوكرانيه هو اللي ولا يدعو لامبوس سور لا فورتون موجود في برنامج الحزب الديمقراطي. ماكرون بيدو يتحدث عليه اللي هو ما تنجمش تقول عليه اشتراكي راهو جوستومون يلزم واحد يعمل ابديت للحاجات القديمه راهو فما ابديت فما حاجات جديده قاعده تصير. وانا في رايي الحكومه اصلا ما استغلتش الاستعداد نتاع المؤسسات الماليه الدوليه لمساله لامبوس سور لا فورتون. كانت مستعدت له الفتره اللي فاتت بسبب كل السياقات الجيوسياسية والعالمية من الكوفيد للحرب الروسية الأوكرانية. يلا نمشيو فاصل باش نرجعوا إلى موضوع خلينا نعملوا نقاش بالحق مفتوح فيه كان فيه مختلف وجهات النظر بتاع مختصين. أنا معاه كيما عملنا مع ريفيت فيسيز ما نجيبوا ناس بخلفيات مختلفة خاطر ماهيش حكاية علم صحيح فيه مقاربات وكل طرف ينجم يكون عنده المقاربة نتاعو نجيبوا يصير نقاش طارق من مختلف وجهات النظر. احنا بالمجموع عندنا تسريبات ولكن دوب ما يبدا عندنا وثيقة واضحة خلينا نعملوا مناظرة بين مختلف الناس ومختلف التيارات في سي سوفيا انت باش تكون حاضر في المناظره من هنا باش تقعد متغش على الدوله. لا مانيش متغش على الدوله ما حبش تبدل ستيلها. لا معناها قلت لك معناها راهو ماهوش معقول راهو ضد التاريخ انك كي تبدل الظرف التاريخي تبقى بنفس الفلسفه القديمه. نعم. دونك انت ماشي طول باش تصلع في الحيط والدوله نتاعنا توا راهي ماشيه باش تصلع في الحيط. المشكل انه ماهيش هي اللي باش تصلع في الحيط باش 12 مليون تونسي هما اللي باش يصلعوا في الحيط في بلاصتها. هما من بعد باش يخرجوا كارني دادريس نتاعهم خارق العاده كما شفنا العديد من الوزراء السابقين كارني دادريس يعملوا كارني دادريس نتاعهم ثم بعده يدبروا بلايص في مؤسسات دوليه ويجلسوا ناكل دوس وامورهم باهيه هانيه. احنا اللي قاعدين في البلاد احنا حجر الواد واحنا اللي باش نصعوا في الحيط. بعدش مع خلود باش نرجعوا الى ملف حكينا عليه مطولا كان تذكروا وقت اعفاء القضاة ومطالبتهم بانه يقع رد الاعتبار لهم في الاثناء صار حكم اداري بانه القضاة هذوكم يرجعوا الى مهامهم. الحكم لم يقع تنفيذه. اليوم تقرر تكوين هيئه الدفاع عن القضاة واستقلال القضاء. دورها باش يكون تنسيق الدفاع وتحسيس الراي العام بالمظلمه اللي يعيشوا فيها القضاة. باش نسمعوا عيشي الهمامي عضو هيئه الدفاع عن القضاة واستقلال القضاء ونرجعوا معكم. طيب بعد 7 شهور من اعفاء القضاة وحرمانهم من شغلهم وتشويه سمعتهم ورفض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية اللي
اصدر بإيقاف تنفيذ أمر الإعفاء وفتح قضايا في الإرهاب وفي الفساد ضدهم اليوم منشورة أمام المحاكم. قررنا تكوين هيئة الدفاع عن القضاة وعن استقلال القضاء، دورها هو تنسيق الدفاع، توثيق هذه الملفات وتحسيس الرأي العام عبر الإعلام وعبر الاتصال، سواء الرأي العام الداخلي أو الخارجي، الرأي العام الحقوقي والسياسي بهذه المظلمة. اليوم نحن في خطر نتاع غياب القضاء المستقل تماما، غياب القضاء المستقل اللي اليوم فما قضاة تحثوا في الندوة هذية في الإعلان على هيئة الدفاع عن القضاة، يقولوا أنه بعض الملفات اللي بشروها غلب عليها طبع سياسي. فما حديث خطير جدا قاعدة يتقال في علاقة أيضا بتعليمات وزيرة العدل. هو من الحاجات الانتريسونت اللي عملوها الهيئة، هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، هو عملوا دراسة عينية، دراسة معناتها بالأرقام على الملفات متاع القضاة هذوم. شو تقول؟ تقول اللي فما 11 قضية منطلقها تقارير أمنية توصلت بها وزارة العدل، 10 منها تقارير غير ممضات، يعني مش فقط تقارير أمنية، أصلا تقارير أمنية غير ممضات مش معروف شكون مصدرها. 10 منها لا تتعرض لواقعة معينة حديث عام. 9 تقيم عمل القضاة من وجهة نظر سياسية، اللي هو نورمال ما عندش علاقة، وبرر كان عنده توجهات سياسية ما يؤديش للإعفاء. 1 ينسب فساد مالي لقاضي دون أي مستند. تقرير أمني ثبت أن ما ورد فيه غير صحيح، وأن القاضي المعني به ضحية تشابه أسماء مع الغير. يعني هذه الدراسة اللي عملوها هيئة القضاء، هيئة المحامين للدفاع عن القضاة المعفيين، توري اللي الدباك الكبير متاع الدوسي هذه، اللي قلنا من الأول وصلنا أنه راهو بزي على تقارير أمنية وبزينا ما عرفوش حتى شنية، وتبين أصلا اللي محتواها بعض التقارير المالية أمنية غير ممضات. يعني وزيرة العدل عندها تقرير ما الله أعلم من جهة يقول لها تقرير أمني، وشكون عمله مش واضح، أنا هو جهاز، أنا هو مؤسسة، مش واضح، بخلاف الأخطاء اللي موجودة فيها والحديث العاملي والتقييم السياسي اللي موش تقييم مع التقائم على ملفات. يعني لهنا المشكل إلى حد الآن هذا دوسي كبير واضح قيس سعيد تورط فيه. المحكمة الإدارية ديجا أصدرت حكم تاع وقف تنفيذ التو لتنفذ، الدولة معناتها ترفض الانصياع لقرار الدولة نفسها المهي المحكمة الإدارية إلى حد إلى حد اللحظة هذه. ستان ديباكل من ألفه إلى يئه الممثل للملف هذا. سوفيان المحامي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي يقول أنه تمت إحالته على أنظار قاضي التحقيق في قضية جديدة، قضية ثانية على معنى فصول المرسوم عدد 54 المتعلق بنشر الأخبار الزائفة ونسبة أمور غير صحيحة الموظف عمومي. الشواشي يقول أنه أول سياسي يحال بمقتضى هذا المرسوم. هذه رجعنا لتصريحات سابقة الغازي الشواشي ومجموعة أيضا من القضاة اللي موجودين وحتى من هيئة الدفاع عن القضاة هذوم المعزولين، أنه دور وزارة العدل اليوم أصبح عليه العديد من نقاط الاستفهام في علاقة بالإرادة السياسية وإلا تسييس القضاء وإرادة القضاة بوضوح، يعني مش تحت حس مستوى سيكلاغ، يعني تشكي قالك فما كاريما تعليمات تجي من وزارة العدل للقضاة. توا هو أفات التصريح شنو؟ التصريح بتاع سي غازي الشواشي اللي هو أمين عام حزب معارض يقول أن وزيرة العدل وليت هي أنقلو بما مفهوم هي اللي تحرك في القضايا ضد معارضي النظام. في الكلام ذاية فماشي شيء خارج على المنطق. كي نشوفوا احنا تصرفات وزارة العدل الحالية، يعني السؤال الدولة هذه الحكومة هذه النظام هذا يحب العباد تسكت، نعملوا كلاس مورت في البلاد ان بي مور ننسى قرناها، وإلا نعملوا حزب معارضة ما تعارضش. راو شيء اللي صاير نعيشوا فيه الأيامات هذه في الفترة هذه بالذات، حاجة راي ما هيش معقولة، ما هيش منطقية. معناه بلاد بلاش سياسة غير احنا كنت تشوفوا اليوم اليوم فما صعوبة باش تلقى
تصريحات سياسيين مواضيع سياسية موضوع سياسي في البلاد واحنا في وين تشوفيها الانتخابات ليه احنا خيرنا لا 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 في البلاد نحكي انا نخرج في البلاد ونحوس على سقايا مش برشا اما نحوس على سقايا ونمشي للاسواق ونقعد في القاوي ما فماش انتخابات وين ينجم يلقى فما تصريحات متاع هيئتك اللي هي بالانتخابات ما نحنا منش نحكيو في الموضوع علاش تجي لا لا مانيش نحكي على الانتخابات هاي تحكي انا اقول ما فماش انتخابات تو سامبلومون مانيش نحكي عليها جمله ال البلاد ما فيهاش سياسه هذاك الشيء يحبوا اما بلاد ما فيهاش سياسه راي بلاد ميته وبطبيعه الحال بطبيعه الحال راهو وضعية كمن هذه ما تنجمش تتواصل راهي وضعية لأنها وضعية استثنائية ولكن هنا سفيان سمحني عن أي سياسة تتحدث لأنه اليوم عنا ولا عنا مفهوم ومنطق جديد للسياسة إذا كان السياسة اللي يحكي عليها رئيس الدولة سياسة الغرف المظلمة سياسة الأطراف عادينا نقولك بلاش بيها أسمع 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 أسمعني سياسة المخابرات أسمعني والقائلات كما يقولوا كما يقول أغزر On va pas réinventer la roue. L'âge, la manée, ça, on va pas inventer le fil à couper le beurre. La manée, ça, on va pas inventer le mail. Femme à ouloum. Femme à elm, esmo siessa. Ou en d'octobre, kbira. وفكت الكتب هذيك تلقى تعريفات عنا تعريف للي صاير توا في تونس في علاقة بالسياسة هذيك هي المشكلة ما فماش هذيك علاش نقول لك أنا وضعية استثنائية وضعية استثنائية وإكسيسيف إكسيسيف معناها نقولوا بالبرشا بالبرشا بالزايد أور فما مثل فرنساوي يلا تختم سوفيا زيد دقيقة توسكي إكسيسيف إتان سينيفيون دونك ما تنجمش تبقى الوضعية هذه في علاقه بالوضعيه نتاع غازي الشاويشي تقول وزيره العدل معناتها كي تقوم في الصباح تشوف شنو غازي الشاويشي عمل ومن بعد اول حاجه دوري قبل اصلا ما تبدا قبل ما تخرج من الدار واش عمل غازي الشاويشي اليوم ما عمل شيء باهي نكملوا يعني مختصه في القضايا على غازي الشاويشي معقوله هذه قضيه ثانيه معناها لا فما الازهر العكرمي زاد لا اي اما ليه تحس غازي الشاويشي فما تركيز خاص لا وزوز محط من الرقم القياسي تو والله باش نعملوا كيف هاك الجدول بتاع شكون عاملين له اكثر قضايا يا جماعه الوضعيه سيئه على مستوى مقاربه الحكومه هذه والحكومه قيس سعيد الموضوع حريه التعبير فما بالحق اشكاليه قلت البارح صارت معناتها جمعية تقاطم مع الرابطة عملوا معرض خاص ويوم خاص حول انتهاكات في علاقة بالحريات وعديد الأمثلة وكانت نظرتهم شاملة لمختلف الحالات أنا نحب نقول البارح فما ناشط سامحني البارح فما ناشط في الكيف أي. تم مش البارح هو عنده أيامات أمين في إيقافوك هو وضع الحريات يلزمنا نفهمه ماشي فما مش وضع القضاء أنا جست خبر نسيناه قبل اللي الرئيس عنده ديما مشكلة مع أمك صنيفة هي علّيت له في الواحد بسبب الاتفاق بتاع الخبراء بتاع صندوق النقد الدولي ردوه سي رشا ملح أمك صنيفة خدوة اللي هي معناتها نحكيو عليها حكاية أمك صنيفة خدوة مسيرس ينتقدها تو المرة هذي ما عندوش وقت ملح يا فهم مغرومة بيك.